ثلاثة جثامين تم انتشالها لشهداء قد قتلهم احتلال إسرائيل، وهذا ما كان يتحدث عنه الزميل إبراهيم قنن قبل قليل. تم انتشالهم منطقة الصناعة بمدينة خان يونس شدو في شهر يناير الماضي. قد تم انتشالهم من تلك المقابر لكي يتم دفنهم في مقابر الشهداء. قبل قليل تمت مراسم الصلاة عليهم وتأدية مراسم أيضا دفنهم ومراتهم الثرى في مقبرة الشهداء. هذه الحادثة، هناك العديد رغم ألم هذه الحادثة أن يقوم الشخص بانتشال جثامين من تحت الأرض وأن يرى هذه الجثامين أهليهم وذويهم، هي مشاهد صعبة وقاسية، ولكن هناك العديد من الذين يتمنون أن يجدوا أبنائهم الذين قتلوا ولم يعلموا حتى هذه اللحظة أين وكيف استشهدوا، ويريدون أن ينظروا إليهم نظرة الوداع الأخيرة وأن يقوموا بدفنهم حتى يكون معلوم مكان دفن هؤلاء الشهداء. وهناك الكثير من العائلات، خصوصا نحن نتحدث عن 10,000 مفقود في قطاع غزة كما تقول جهات الاختصاص في قطاع غزة منذ بدء الإبادة حتى هذه اللحظة. الأوضاع الميدانية في وسط القطاع لا زالت على حالها، القصف المدفعي مستمر، التحليق المكثف لطائرات الكواد كابتر وهي نوع من أنواع طائرات الاستطلاع لا زالت تحلق بكثافة في سماء وسط قطاع غزة، وهي أيضا لا زالت حتى هذه اللحظة تقوم بفتح أسلحتها الرشاشة باتجاه المواطنين. آخر هذه الحوادث التي سجلت بمنطقة وسط القطاع كانت في المنطقة الشرقية لمخيم البريج شرق وسط قطاع غزة، ولكن لم يسجل أي من الإصابات جراء هذا الإطلاق من قبل طائرات الكواد كابتر في تلك المنطقة. ولكن بالمقابل منى نتحدث عن معاناة مركبة يأمل الفلسطينيون هنا في وسط القطاع كما باقي مناطق القطاع أن تنتهي هذه المعاناة وأن يجدوا قوتا يسدون فيه جوع أطفالهم أو ماء يطفئ ظما هؤلاء الأطفال، خصوصا في محافظة شمال القطاع التي توقفت فيها محطة تحلية المياه عن العمل، وبات الآن من الصعب بمكان أن يكون هناك مياه توفر لهذه العائلات التي تجبر بين فينة وأخرى على النزوح من مكان إلى مكان آخر ودون أن يتوفر لهم أدنى مقومات الحياة. هذا من جانب. من جانب آخر نتحدث عن معاناة مركبة لوزارة الصحة الفلسطينية التي قالت بأنها تعاني من شح في الوقود الخاص بتشغيل المولدات داخل المشافي كما مستشفى شهداء الأقصى الذي نتواجد فيه الآن، وأيضا تعاني من نقص كبير وشح في الموارد الطبية الخاصة في تطبيب جراح المصابين هنا في مستشفى شهداء الأقصى، والخطر الذي بات يهدد هؤلاء المصابين وهؤلاء المرضى وهو أيضا خطر مركب، ما بين عدم توفر وقود لاستمرار عمل وتشغيل الأجهزة الكهربائية التي تعتمد في عملها على التيار الكهربائي، والأمر الثاني هو قلة المواد الطبية والمستلزمات الطبية التي تلزمهم في هذا العمل. على أي حال الأوضاع كما هي، كل دقيقة تمر على سكان قطاع غزة هي باتت دقيقة فارقة لأنها تزيد من هذه المعاناة وللأسف لا تقللها، ولكن في القطاع كل الأنظار باتت تتجه نحو ما يحدث من مفاوضات تم إعادة تجديدها والتحدث بها، خصوصا من ما يرشح عن مثل هذه المفاوضات ما بين تقدم وتعثر، وكل هذه الأخبار بات هذا السؤال الذي نستمع إليه من قبل المواطنين وهو السؤال أبرز: هل يمكن أن تنتهي هذه الإبادة؟ هل سنصل إلى وقف إطلاق النار؟ هل تم التوصل إلى هذا الاتفاق؟ هل يوجد صفقة تبادل قريبة تنهي هذه العذابات؟ طبعا أسئلة مشروعة لمن عاش هذه الأيام العجاف في قطاع غزة وهم يتمنون أن تنتهي هذه الأيام.